تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. بعيدا عن حنه هناء اللي حصلت في قناه نادي الزمالك، الا ان حصل لفظ خارج من المحيطين ممكن تكون عدت على ناس كتير ومحدش اخد باله، شتيمه والفاظ في منتهى القذاره على قناه نادي الزمالك. تخيل يا مؤمن المحيطين والعاملين بنادي الزمالك يعني يطلعوا الالفاظ دي على رئيس نادي الزمالك السابق ممدوح عباس. طبعا لو كان في تعمد من إدارة نادي الزمالك إنها تسيب اللفظ الخارج ده يطلع للناس، دي تبقى كارثة ومصيبة. الناس اللي بيجي يمنتجوا وبييجوا يراجعوا وبييجوا يعملوا أي حاجة قبل ما الفيديو ينزل، الفيديو كده ما بينزلش كمان لما بيبقى على قناة كبيرة. تخيل بقى لما لفظ خارج يدخل اذان المشاهدين، لفظ خارج خارج بمعنى الكلمه. انا مش هطول عليكم، تعالوا نشوف اللي حصل في قناه نادي الزمالك ومين العاملين في نادي الزمالك واللفظ الخارج اللي خرج من نادي الزمالك. بس ما تنساش اخويا وحبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو. اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف اللي حصل في قناه البليله ونرجع نكمل مع بعض، يلا بينا. والمدارس داخله علينا، انت بتحاربنا ليه؟ اما هو كان عليه الدور وما كانش ساعتها، يعني حضرتك اللي ماسك نزلك على القضيه وكلنا بنشيل الكلام ده. ولما تيجي ده مرتب خطير، ربنا يديك الصحه. احنا لسه جايين من المحكمه ورفضت، والبنك رفض. كتر الف خيرك، احنا النقابه لسه كنا جايين من البنك كله رافض اللي هو الفلوس اتحجز عليها. ربنا يشكرك وربنا يكرمك في ايامك وربنا يخليك وبعدين هنسد المستشار. ربنا يخليك فينا. انت بتحارب، بص كم مليون ناس الغلابه بتقبض، ناس الغلابه بتقبض قول للنبي يا رب ربنا يكرمه، قول شبكه المدارس، شبكه المدارس يا رب. خزنه تكييف وكل حاجه عليكم والله. مدارس يا رب. يا رب ربنا يكرمه، قول شبكه المدارس، شبكه المدارس يا رب. سمعتوا اللفظ ممدوح عباس؟ يا خاء يا حرامي. ركز تاني عشان تسمعها، ده كان على قناة الزمالك امبارح. يلا
ممدوح حصاله النادي وثلاث ثلاث موظف الناس دي تعبت وانت على التعب وفك الحجز وانت عبطت ناس لينا النهارده في المحكمه كفايه النهارده يا ريس ان انت حاسس بالناس الغلابه ديت بدراسه وكده وممنوع عباس منه لله الله انت ايه خلاص 3000 بيت ولما حضرتك ربنا يخليك والناس عايزه تشكر حضرتك الله اكبر ربنا يخليك لينا ربنا يخليك انت مش عارف مفيش حد عملها اتفرجت عليهم اتفرجت عليهم انا خدمتك انا عباس طلب النادي تخيل ضرب روح النادي من بره يا ريس محمد انا مش مصدق طبعا اللي رايح يقبض ده جايب الطبلة ليه؟ يعني واحد رايح يقبض مرتبه جايب ليه طبلة؟ والمتاجرة بالغلابة والمتاجرة بالناس الطيبة والمتاجرة بالبسطاء ده دي كارثة. مرتضى بيحب الحاجات دي، حب الناس تمجد له وتعظم فيه وتفخم فيه وتقلل وتشتم من خصومه، كل ده هاته على جنب. ولكن اللفظ اللي حضراتكم سمعتوه ده من الناس اللي موجودة رايحة تقبض، هنقول عفوي وناس مضحوك عليها وناس يعني بتقول كلام ومش مشكلة، لكن إدارة نادي الزمالك إزاي تسيب لفظ خارج زي كده لما بتيجي تنزله في الحلقة؟ ما تتشيلوش، ما تمسحوش، ما تحطش عليه صوت، ما تقطعش الحتة دي. اللفظ حتى لو أنت كاره ممدوح عباس ما ينفعش أنا أسمع اللفظ ده ولا حضرتك ولا أبنائي ولا أبنائك. اللفظ اللي حضراتكم سمعتوه ده لفظ في منتهى الوقاحة. أنت لو كتبت اللفظ ده على الفيسبوك إدارة الفيسبوك هتعمل لك بلوك، هتعمل لك بان، هتعمل لك حظر لمده 3 ايام 4 ايام اسبوع عشان كتبت الكلمه اللي اتقالت بشكل علني او بشكل واضح للجميع في نادي الزمالك وفي قناه نادي الزمالك. هو ده اعلان نادي الزمالك؟ هي دي الدوله اللي ساكته على نادي الزمالك؟ العليا للاعلام اللي ساكتين على نادي الزمالك؟ الوزير اللي ساكت على نادي الزمالك؟ هي دي قناه نادي الزمالك بتطلع كلام ما يصحش ان انا اسمعه. انا مش هقول لك طبعا، هقول لك يا عم هو احنا هنسيطر على الناس المشاهدين مشاعر؟ حلو مشاعر لو ايه يا فندم؟ لو ده بس مباشر وانت ما تقدرش تسيطر على جمع من البشر 30 40 واحد 100 واحد مش هتقدر تسيطر عليهم وممكن يطلع لفظ خارج على الهواء، لكن ده حاجه مسجله انت ممكن تمنتج وتقصقص الكلام الخارج، ولكن كونك ان انت يسهو عليك حاجه زي كده فدي كارثه، وان انت تبقى قاصد ان حاجه زي كده تطلع للعلن فدي كارثه اكبر ومصيبه اكبر. بس ده يودينا لان الدوله راعيه لهذا هذا الفساد اللي بيحصل ده، المصيبه اللي بتحصل دي الدوله عايزاها وشايفاها وراضيه بيها. هل يرتضي وزير الشباب ولا وزير الرياضه ولا رئيس الوزراء ولا السيسي ولا اي حد من ولا كامل الوزير يرضى ابنه وبنته يسمعوا اللفظ اللي صدر في قناه الزمالك؟ يجيني واحد زملكاوي دلوقتي يقول لي يا عم بطل حرقان، ده قناه الزمالك وجعاكم، ده قناه هو ده وصل بيكم الحال ان انتوا تشجعوا قله الادب؟ انا بقول لك عايزك تكتب اللفظ ده في كومنت في اليوتيوب او في كومنت في الفيسبوك، شوف الفيسبوك اداره الفيسبوك نفسها هتحظرك ولا لا، ما بالك باللفظ بيتقال بشكل علني على قناه المفروض بيسمعها اهلاويه وزملكاويه وسيدات وبنات واولاد واطفال صغيرين، لما يبقى لفظ زي كده يتقال في قناه نادي الزمالك، ايه المفروض اللي يتم مع نادي الزمالك؟ احنا بنوجه المسؤولين وبنوريهم وبنشاور لهم على الكوارث والمصائب اللي بتحصل في نادي الزمالك ومن اداره نادي الزمالك، وصم بكم وما بيتكلموش على اي شيء، بس هم مفتحين عينهم قد كده على قناه النادي الاهلي واعلام النادي الاهلي، ويقول لك ده ماجور، ده قبيض، ده لجان، ده مش عارف ايه، لكن تشوف القذاره والوساخه اللي بتحصل على الجانب الاخر لا 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 لا، تغض البصر وتصم الاذان وتكمم الافواه، تكمم الافواه واكن مفيش حاجه حصلت.
هو ده اعلام الزمالك وهي دي الرياضه المصريه. انا حبيت بس اجيب لكم الفيديو ده عشان اوريكم قد ايه ان فعلا الاعلام الاهلاوي المحترم اللي متمثل في قناه نادي الاهلي يعني ما بيخرجش منه العيبه، ما بيخرجش منه الغلطه، لكن تعال شوف الضحك والكوميديا والقفشات واللمسات وفرح شيماء وطهور مش عارف مين هتلاقيه في نادي الزمالك، بالاضافه لسب وقذف يعاقب عليه القانون. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنساش اخويا وحبيبي الاهلاوي وتدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره، كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.